كابتن سعيد عبد العزيز، واحنا نطير معك الى ابو ظبي وصديقنا العزيز شريف فؤاد الذي كان في ملعب المباراه في ابو ظبي. استوقفك مع شريف لمحمد محمود بعد الهدف، ولقطه محمد محمود مع الجماهير كانت ملفته للانظار جدا. شريف فؤاد، السلام عليكم يا شريف. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك كابتن عبد الناصر؟ تحياتي ليك، وصف لي الموقف الجماهيري. والله الصراحة احنا كان يوم جميل جدا النهاردة، ويعني استمتعنا جدا بالاهلي الشوط الاول. الشوط الثاني بعد التغييرات شوية كده حصل دربكة في الملعب، بس الحمد لله اللعيبة كانت رجالة وتداركت الموقف الحمد لله في الاشواط الاضافية. كنا نتمنى ان هي تخلص على طول، ده احتفال كبير والحمد لله كان احتفال حلو ومبسوطين وفرحانين بمودس على رغم الفترة اللي فاتت اللي كان زعلنا منه، بس الحمد لله النهارده ما اثرش معانا خالص، يعني جون واسيست وبطوله. فالاجواء كانت جميله جدا في الاستاد، وانا كنت متابع على حضرتك على طول بالفيديوهات، فالاجواء كانت جميله جدا النهارده في الاستاد الحمد لله. طيب هاتوا لنا لقطه محمد محمود كده، يعني كان شعور الجماهير ايه؟ يعني محمد محمود لما جاب الهدف كان الشعور مؤثر جدا يا شريف. من قبل الهدف محمد محمود من ساعه ما نزل في التشكيل والجمهور الاهلي كله حياه، وعلى فكره جمهور الاهلي كله حي جنش وحي لعيبه الامارات محترم ولعيبه فيوتشر كلها، يعني فرقه فيوتشر كلها فرقه محترمه، ومحمد محمود يعني احنا معتبرينه ابننا يعني ابن الاهلي. فمن اول ما نزل في التشكيل وهو معانا وهو بنحييه وبيحيينا يعني، واللقطه جميله لقطه الهدف، حتى الجمهور حياه بعد الهدف يعني مش ما هو راح يعني للجمهور، وبصراحه يعني كان موقف مؤثر جدا على الرغم ان هو اندفع وانفعل فرحا، ولكن الجمهور استقبل الهدف وكانه احرز للنادي الاهلي وليس في مرمى الاهلي. وعلى فكره كلنا حيينا فيوتشر بعد الماتش صراحه، يعني قدموا ماتش جميل زي ما توقعت مع حضرتك امبارح، قلت لك ان الفرقه يعني بمعنى بالكوره كده فرقه رخمه كوره يعني، هم اللي ادوا حلاوه النهارده للماتش صراحه يعني، وكان ماتش يليق ببطوله السوبر المصري وماتش يشرف بصراحه يعني، ان كان فرقتين بيلعبوا كوره وكان الفرقتين ند الند، والحمد لله ان احنا رفعنا الكاس في الاخر الحمد لله بنحمد الله. اشكرك شكرا جزيلا شريف فؤاد من ابو ظبي. لسه خارجين للتو من ملعب المباراه، الاحتفالات طوالت زي ما انتم شايفين فتره طويله. كابتن سعيد، شفت محمد محمود واللقطه الجماهيريه لانك انت عشتها مع جمهور الاهلي. هنرجع بس للسعوديه الاول. هو يعتبر الاجواء اللي احنا بنشوفها دي ده عرس. النادي الاهلي عرس جايبين من السعوديه. طبعا من البرونزيه. انت جاي من برونزيه. النادي بيتكرم بعد تعب سنه كامله. بنلعب مدارس مختلفه استاذ عز. تمام. الاهلي بيلعب بطريقه مختلفه شويه. تمام. زون النهارده بيغير طريقه اللعب بتاعته. شفنا قد ايه بيرس تاو بدا يبقى ليه شكل مميز. طيب. شحات ليه شكل مميز، كهربا ليه شكل مميز، الاثنين اللي في نص الملعب سواء كوكا او عاشور مع الطرفين بيزيدوا. النادي الاهلي بقى شكل ممتع، اللعيبه بتستمتع النهارده، حتى الجمهور بيستمتع. احنا لحد دقيقه 75 الناس بتتفرج على كره جميله. واللي مد الشكل الاجمل الجمهور والاهداف. نشكر كمان الجمهور. احنا النهارده الحضور كان 75 الى 80% من يعني الساعه. طب تخيل ان احنا حضرتك عشان بس نرجع لموضوع الحضري ده شويه. الحضري كان ايامه غير شوبير دلوقتي. اولا شوبير النهارده احنا بنقول الكوره دي هو اتاخر لان ده تمرين. شوبير قبل الكره دي عمل كورتين ثلاثه على الباك، لان هو لما بيجي يحضره بنعمل عمليه البيلدنج اب من تحت، بنقول لو السرد باكين والديفندر بدا ينزل في الباك بيفضى فبيلعب له الكوره، فهو اتاخر. لكن طبعا يعني خطا وارد ان لسه صغير وبيتعلم، لكن احنا ايامنا يا استاذ عزم ايام التسعينات والحاجات دي ما كانش فيه تحضير ولا بتاع الكلام ده يعني. مع مستر جوزيه احنا اول فرقه لعبت 4-4-2. تمام. وحصل نفس الغلطه من الشناوي السنه اللي فاتت في ماتش بيراميدز. اكيد هي بالظبط. اكيد. فانا بتكلم على ايه؟ ان انت في عرس يعني، حتى كمان لما لعيب النادي الاهلي الناشئ اللي هو اتعلم وتربى في النادي الاهلي جاب جول حتى رايح يحتفل مع الجمهور بتاعه. فانت شايف ان ده عرس. جاءتني الان بس اللقطات لان الموضوع اثار غضب الناس كلها، يمكن انا انفردت بيه عدم سلام جنش على الاستاذ جمال علام. جاءني الان الصور بالكامل، بشكر زملائي ومساعديني في الاعداد. وصلتك يا استاذ محمد عطيه، لما تكون جاهزه قول لنا لو سمحت. يعني يا جماعة يمكن ما حدش خد باله منها قوي، ولكن
موقف غير محترم بالمرة، ليس تعاطفا ولا احتراما مني للأستاذ جمال علام، ولكن هو تجاوز. وأتمنى من وليد بيدعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر أن يكون له موقف، لأن ده موقف غير محترم وغير مهذب بالمرة ولا يليق. رئيس اتحاد الكورة يا جنش ليس له علاقة باختيارات المنتخب. ده المشهد على الهواء كمان يمكن حضرتك انت عشان ركزت فشفته، لكن مشهد على الهواء اتنقل في كل الكاميرات، هتلاقي كتير ركز. سيبك بقى مننا احنا كمصريين، لا ده في ناس يعني السعوديه متابعه وناس في دول عربيه متابعه، وده برضو سوبر. الناس لما تشوف مشهد زي ده يعني اعتقد ان ده في حقنا شيء طبعا غير جيد بالمره من جنش، ويمكن جنش معروف بانفعالاته من ايام ما كان في نادي الزمالك، ولكن موقف زي ده انا شايف ان فيه اساءه كبيره. طب يا كابتن سامح، ما ناخد كلام الاستاذ عز الدين، والله بجد يا كابتن يعني ايوه علاج نفسي وتثقيفي، ولكن ماشي احنا بنتكلم على موقف حصل يا زيزو. هو قال حته مهمه جدا والله، ان الحكام بره في اوروبا بيدرسوا اللعيبه وطريقه اللعب ومين بيتنرفز، وبيدرسوا كمان المدير الفني. ماشي بس ده موقف بعرفلك، ده موقف قدامنا حصل يعني ده تجاوز غير لائق، ده لازم ياخد قرار. هو لازم حتى الاستاذ جمال علام اتصدم يعني شوف رد فعله، اتصدم بيبص له زي ما يكون بيقول له طب انا عملت ايه. ده جمال علام ده حد حبوب اصلا ما بيزعلش حد، وراجل صعيدي يعني بقول لك اللي انت عملته ده. والله بس انا بصراحه هستنى اعلق لما اشوف الصوره، عشان معلش خلينا نشوف الصوره الاول بعد اذنك واقول وجهه نظري فيها. انا يا استاذ عز متعاطف لامرين، تجاوز وقله قيمه وبلدياتي واخويا الكبير وصعيدي زي جمال علام. انا لا اقبل ابدا هذا الموضوع شكلا وموضوعا. ده هو تعدله علشان يسلم عليه، هو راح ماشي، ده جنش راح ماشي، اللي قبله مسلم، هو حتى الاستاذ جمال بص له كده باستغراب يعني وجحره. هاش رهيب يعني انت جاي ما تسلم عليا، ايه المشكله ان انت تسلم عليا؟ لو بعد كده كمان يا سامح يا عمرو واخد هو قرار يا استاذ عز اتفضل، انت قلت علق من الاول. بص دخل اهوت اللي قبله سلم، هو راح مدي بص حتى بيبص له ازاي. لا معك حق، حتى هو مظلوم من المشهد وانت عملت وزير وبعد كده لا لا بعد اذنك انا جايبها لك كمان من بعد سلامه مع الوزير. بص في هاتهم كلهم بالتدريج يا استاذ محمد، شايف دي التاني. لاحظ ان الاستاذ جمال كان ايده اتمدت يعني رجع. ايوه ايده اتمدت ورجعت هبلها. بص هنا بس فعلا انا بدي اسال ايه الحاجه اللي هو زعلان مش مفهومه من الاستاذ جمال هو عدم ضمه رئيس لا هو رئيس اتحاد الكوره له علاقه باختيارات المنتخب، ده رجل غير فني، في مدير فني هو في جهاز فني عدم وعي وعدم فهم بالظبط. لسه بنقول بقى دي المحاضرات التثقيفيه اللي هتخلي اللعيب يفهم، مهمة جدا كل واحد دوره ايه. وهنا الدور الاداري برضو عبد الناصر قال يعني ملاحظة مهمة جدا لرئيس النادي. رئيس يعني رؤساء لازم ياخد موقف، لازم يبقى فيه قرار تربوي ويبقى فيه خصم مهم جدا. الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر عامل حالة محترمة ولا يرضى بهذا التصرف أبدا. وأهيب بالأستاذ جمال علام، وإن كنت أعرف أنه رجل خلوق وذا خلق رفيع وقلب طيب لن يكتب في ذلك، لأنه لو كتب جنش هيروح المراجيح. لا احنا مش عايزين يكتب، انا عايز دلوقتي جنش يفوق ويسمعنا دلوقتي ويعتذر ويطلع يعمل اعتذار على السوشيال ميديا دلوقتي. النادي نفسه ده النادي، وانا انتظر منه انه النادي فعلا يديله اوامر وانه يطلع يعملها من نفسه ويوضح، لانه ده عيب عيب لانه ده كبير رئيس الاتحاد صرف النظر، هو كبير راجل كبير الكره المصريه دلوقتي ولازم يبقى له احترامه. سعيد عبد العزيز رايك في اداء حسين الشحات؟ خلاص ودينا من الغم ده بقى، خلاص بقى لان ده يعني بصراحه يعني كل مره في ابو ظبي يجي لنا واحد عنده عدم اتزان نفسي يعمل اي حاجه كرسي في الكلوب. انا طبعا اسف لاني ممكن اكون انفردت بده كسبق اعلامي واتكلمنا فيه، ولكن كان الواحد ليس السبق الاعلامي الى اننا بما يربطني من الاستاذ جمال حد راقي جدا. جنك لو يعرف قيمه جمال علام ومن هو جمال علام ما كانش عمل هذا التصرف الاحمق.